لا بديل عن مقترح الحكم الذاتي في حل نزاع الصحراء المفتعل. ندوة جمعية الخليل لحفظة القرآن الكريم ومحبيه حول موضوع لا بديل عن مقترح الحكم الذاتي لتسوية النزاع حول الصحراء، لقاء فكري يدخل في إطار التعريف بمستجدات قضية الوحدة الترابية والتوعية بمضامينها وبالحكم الذاتي كخيار لا بديل عنه لتسوية ملف الصحراء المغربية. ندوة وطنية تحت عنوان لا بديل عن مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المفتعل. وكما تعلمون أن هذه الندوة أطرها أساتذة دكاترة من حمولات متميزة ومتنوعة، فأفادوا الحضور وأحس ساكنة أولاد عزيز وضيوفهم بقيمة مضافة. الصحراء كانت مغربية قبل الاستعمار الإسباني والفرنسي، كانت هي أول منطقة يتم استعمارها من طرف الإسبان، ولكن فقط نقطة واحدة هي الداخلة سنة 1885، ولم يتم احتلال الصحراء بعد ذلك بقيتها إلا بعد توقيع الحماية الفرنسية الإسبانية مع المغرب ابتداء من سنة 1912، حيث انتقل الإسبان من الداخل سنة 1916 إلى مدينة طرفاية واستقروا بدار الإنجليزي ماك دونالد ماكنزي. ثم بعد ذلك سنة 1920 توجهوا إلى الجويرة واحتلوها وبقوا في هذه النقاط الثلاث دون أن يبرحوها لأي جهة حتى سنة 1934. الندوة تميزت بتقديم حقائق تاريخية وسياسية تثبت السيادة التاريخية للمغرب على الصحراء وتؤكد جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي باعتباره خيارا واقعيا سيمنح المنطقة الاستقرار الأمني والاستراتيجي.